السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين الكرام، عدنا عليكم في لعبة حلوة وجميلة اسمها سنو رانر. طبعا اللعبة هذه هي عبارة عن طال عمركم، وأنا أعتقد ما في أحد مشايفها في التاريخ، يعني أكيد شايفينها، اللي هي طبعا لعبت من عندها شوي، ما لعبت من عندها كثير. اللعبة هي عبارة عن طعوس أطعوس اليوم أطعوس يا إلهي، لعبة عظيم بصراحة يعني يا عيال. أول ما تكون عندك سيارة، طبعا السيارة هذا وش تسوي فيها أنت يا حبيب قلبي؟ تفتح الماب تشوف شنو مهمتك الأولى اليوم. اوكي، الحين اول شيء نشوف البرج شو اسمه، الحين نشوف شنو يقول لنا، يقول لنا انه نسوي هذا هنا على الثقيل، يعني على اللو، على اساس يعني السيارة تمشي في الطعس عادي، يعني ما عندك مشكلة. حط لها الاي، شغلها الرباعي. هنا يقول لك حرك يعني بينها بين وبين. اعتقد انه خلاص الحين طلعنا من هذا الطاس القوي. الحين مهمتنا الاولى طال عمرك يا حبيبي المواطن الكريم، ان نروح وين؟ نروح للبرج التاور، البرج العالي. من بعد البرج العالي عاد والله ما ادري شنو المهمه. اوه ماي جاد، بس لا تغرز عندنا السيارة يا إلهي. لا 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 لا. أوكي، طبعا هذا شو اسمه، هذا الطريق ما أدري شو السالفة. طبعا أنا لعبت اللعبة مسبقا، ف يعني ما لعبت والله كثير، لعبت شوي بس عرفت أن هذا الطريق مسكر، لازم أروح أجيب له شو اسمه مواد وضبطه وافتح الجسر فيه وحركات السوالف هذي البلد مداعي. فاحنا رايحين وين؟ رايحين لبرج التاور حاليا، نبي نوصل لبرج التاور ونشوف شو السالفة. طبعا اللعبة يقول اوكي، يقول لك هذا الطريق مسكر، اسحب عليه انت. ها، لا مسكر ولا شيء، يعني يقول لك في موية ما لك دخل فيه، تدري ايش تسوي؟ بس خفف هنا، لا تجي سريع، يعني على اساس شنو السيارة حقتك ما تضرب في الارض وانت جاي، فاهم كيف؟ فهذه هي المعضلة في الموضوع، لا اكثر ولا اقل. طبعا ما لك دخل فيها. طبعا هنا يقول لك اذا ناوي تعبي البنزين او شيء من الكلام هذا اسحب عليهم. طبعا هنا انا انصحك انك يعني تعبر من هذا الصوب احسن لك، يعني ما يحتاج انك تدخل في الطعس، دمر نفسك بنفسك يا ولد، اسرع لك يعني لا اكثر ولا اقل. والله اعتقد احنا وصلنا لبرج التاور حاليا. شوف وصلنا الحين، يقول لك بسي عشان شنو؟ يوريك شو اسمه الدنيا والعالمين والناس اجمعين من تحتك. اوكي خلصنا هذه المهمة، الحين يقول لنا فين ذا تراك، يعني نحتاج الشاحنة. ها، فأثناء ما نعبر ما نعبر يا جماعة الخير، والله انها طعوس موت، بس صراحة جرافيك اللعبة يعني مو هذاك الزود حيل، بس يعني حلو حلو يعتبر. لا والله حيل حلو صراحة. طبعا نروح نجيب الشاحنة، نحتاج الشاحنة من هنا. طبعا شوف انتبه تصدم اذا تلعب اللعبة هذي، انتبه تصدم وحركات سوالف والامور هذي، ترى ما تنفعك ابد والله، تخرب سيارتك وتدوخ يا طبعا شيت، بغيت ادعس السيارة. اوكي هنا يقول لنا اكبس في تشينج تراك، اوكي يعني يغير سيارتك.
انزل change track. ايوه غيرنا الشاحنة. شنو مطلوب منه عندنا؟ مطلوب منه عندنا يقول انا بليزك بس على حرف الام اساس تدخل على الخريطة. ليش ندخل على الخريطة طال عمرك؟ هذا بنزين. عندنا بعد ايش عندنا؟ هذه المهام، شوفها هذه المهام، تكبس هنا تكبس هنا تكبس هنا على المهمات. تشوف عندنا شنو مطلوب من عندنا؟ مطلوب من عندنا حديد، ومطلوب من عندنا بعد خشب. مطلوب من عندنا حديد ومطلوب من عندنا خشب. احنا شو نسوي بالحالة هذه؟ نروح نجيب الحديد. الحديد اوكي، نروح نجيب الحديد. نروح نجيب الحديد من هنا ونرجع من هنا، نرجع على نفس الطريق نجيب الخشب ونطلع من هنا نوديه هناك. ايه انا اعتقد انها في الخطة هذه. الحديد لحظة، احنا كيف قلنا؟ كيف قلنا؟ يعني عشان تكون السيارة خفيفة يعني نطلع الحديد من هنا نجيب الحديد، ومن ثم نرجع الحديد نجيب الخشب، ومن هنا نروح. اوكي، ولا نروح نجيب الخشب؟ نجيب الخشب الأقرب ونروح الحديد. بس إذا جبنا الخشب لازم من وين نروح؟ لازم نروح من هذا كله ونرجع. فليش ما نروح من هنا ونرجع؟ أفضل نروح نجيب الحديد ونرجع. ليش؟ لأن الشاحنة إذا صارت ثقيلة بطعوس مصيبة طامة كبرى تعتبر. فأنت حاول تمشي على أطراف الطريق مو على الطريق نفسه. ليش؟ لأنه يا أخي تسبب لك مشاكل. الشاحنة تحس يا أخي ما فيها سرعة، سرعتها خايسة يعني صراحة يعني. اوكي، فا والله انا ما ابي اقطع عليكم الفيديو. دقيقة خلنا نشوف احنا قاعد نصور. ايه قاعد نصور، حلو. اوكي، ها شباب ما نقطع الفيديو علشان شنو؟ علشان يعني شو اسمه يعني تشوف الطريق كامل الحركات والسوالف. اصلا المقطع ما راح يصير اكثر من 20 دقيقة او اقل احتمال بعد. طيب انتهينا يا حبيبي، انتهينا. هذا الحديد اخذناه، ثبت الحديد. اكبس دي بالله خلينا نشوف عندنا هنا. ما نقدر نشيل الحديد بعد اكثر. اخرج. راح شنو نسوي؟ قلنا نرجع. نرجع وين؟ نرجع للخشب. الخشب وين؟ دقيقة، الخشب هذا ناخذ هذا الخشب. شيت، الطريق من هنا. حلوين حلوين حلوين. الخشب طبعا نسحبه سحب يا بابا، نسحبه سحب يعني. خلونا نوصل ان شاء الله بسلام وامان. نسحب نسحب يا اخي، احس السيارة فيها بلا. اوكي، بغينا ندعس، بغينا ندمر الدنيا. شوف الحين الاشياء اللي على الجسر، انت اسحب على الجسر، لا تروح الجسر سيدا. يفضل انك تروح تجيب الخشب
تروح بالمرة يعني على اساس يكون افضل لك، ليش تروح مرتين وترجع؟ مع العلم انه يا اخي الروحة والرجعة انا اشوفها انها افضل. ليش؟ لان السيارة بتصير ثقيلة يا اخي، الدنيا طعوس ودوخة راس. السيارة حاليا يعني مو من النوع اللي 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 الزين حيل، يعني سيارة مو مطورة ولا شيء، يعني الشغلة دايخة، الشغلة دوخة يعني، الشغلة دوخة يعني. أنا أقول لك يا ولد، شوفوا ما أدري تضبط الحركة ولا ما تضبط، بس ما أدري، أنا جربتها ما ضبطت أول مرة، فبجربها ثاني مرة يمكن تضبط. الحين شو تسوي أنت حبيبي المواطن الكريم؟ ترجع ورا عشان هذا طعس، هذا طعس ولا انعلقت فيه السيارة عز الله العزيز ما يتفكها لو فش سوك، بس حرف اف او ما ادري ايش الحرف اللي عندك، تقول كنت تلعب بلاي مثلا بلاي ستيشن يعني سوني او البي سي حرف اف اللي هو تمسك الشيء، ايش سوي؟ توقف سيارتك وتسحبها ان شاء الله بس ما يعلق في شجرة. اوكي اسحب لحد ما كذا انا اشوف كفاية. يا سلام سلم بيتاك، اترك عنك السالفة، شقق سيارتك ويلا حبيبي للجسر. الجسر وين حددنا عليه؟ تلغاي انا بشركم يعني. طيب فتعتبر الامور طيبة جدا حاليا. يا الهي تحس السيارة ثقيلة يا اخي، يعني ثقيلة ثقيلة. نبي نحاول نختم اللعبة هذه ان شاء الله مع بعض، ونضبطها ونطور حركاتنا وسوالفنا والامور الطيبة هذه وكل شيء جميل. بنزين عندنا كويس، سيارتنا مو صادمة في شيء. شوف الموية هذه لا تحاول انك تجي مسرع عليها، شوي خفف وبعدين امشي، عساس ايش يعني سيارتك ما تضرب في الارض وكذا وتسبب لك مشاكل ومعضلات وهكذا تستمر الحياة. مع العلم في شغلة حلوة باللعبة هذه اللي هو شنو الونش، الونش هذا شلون شايف شلون سحبت السيارة اللي وراي قبل شوي، مثلا تعلق سيارتك تقدر تقطع الونش على شجرة وتسحب سيارتك اليوم هتعلق. ان شاء الله يعني بتكون حلوة صراحة، يعني تحس بشعور ال تحس بشعور الهالة الشوفير او السايق حق الشاحن، يجيك هذا الشعور. اوكي حسيت اني مشيت خطأ. وين الشاحن؟ ايوه وراي تمام. فوصلنا اعتقد للجسر ان شاء الله بنضبط. وين رايحه من هناك؟ الو تعال خلينا نقربها جنبي تعال. يسحبها جنب حيل عشان شنو ما يصير عندك مشاكل يا ولد. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي ما يصير عندي مشاكل، ان شاء الله يا ربي يقبلون الحديد مني والخشب. الحين الحديد ضبط، بس ان شاء الله انهم يقبلون الخشب ان شاء الله. اترك الخشب. اوه ماي جاد ليش ما قبلته؟ والله خشب يا اخي، والله انه خشب يا جماعة، ما يقبلون الخشب يا اخي ليش؟ طيب الحين اسحبها جيبها عندك ان شاء الله يقبلون ان شاء الله. تعال
شلون ما في خشب وهذا خشب يا اخي؟ اوكي بلا اترك لي يا اكبسي. او ماي جاد يا اخبائهم راضين يقبلون الخشب مني هذا ما ادري ليش. طيب يلا مو مشكلة، ما عندكم مشكلة، اتركني شوي لو سمحت. اوكي الحين نحاول نجيب الخشب سريع سريع ونرجع. راح طبعا اوقف اروح اجيب الخشب وارجع. طبعا وصلنا لمكان الخشب. ما ادري ليش ما قبلوا يا اخي، مع اني جبت والله خشب يا جماعة. الا يبونه بالسيارة نفسها ملاعين. اوكي ليش؟ ايوه بعد ما يمدي ما يمدي شغل يا مدير. يلا خلونا نطلع نودي خشبات للجسر. شفتوا كيف يا جماعة الخير؟ شوي يعني شوي دوخة راس، يعني مو دوخة راس دوخة راس، بس يعني هي لعبة يعني ما يبونها تخلص بسرعة. فهذه المسألة، مع انه يعني انا شايل شو اسمه، بس يبوني اشيل في الشاحنة نفسها حقتي، ما يبوني اشيل في يعني احط لي شيء وراي اسحبه. انا ما اعرف مسميات الشواحن والحركات هذه. يلا مو مشكلة، شوف هذه يوم تجي مسرع عليها شلون، يعني محتمل تتعور سيارتك شوي، ومحتمل لا محتمل يعني محتمل مو اكيد. ايه علي شنو هذا الصوت؟ والله ما في شيء، صوت عادي. المهم اثناء ما تغود الشاحنة دائما يجيك الهام، يلهمك الهام يقول يا حبيبي الدنيا تمشي والكبر يمسح بعمري، عيونك الحلوات كان كاس اشرب فيه ماء. يلا وصلنا في امان وسلام. والله هذا خشب يا جماعة الخير، والله انه خشب، والله انه خشب، بس ما ادري ليش منتم راضين تاخذون ملاعي. يلا ايوه الحين ضبطنا الجسر، اعطونا 2100 واعطونا 350 نجمة حلوة. يقول لي هنا اكبس لف اربعة، لف اربعة شو يسوي؟ لف اربعة يسوي طال عمرك اني اشوف امتيازاتي وحركاتي وسوالفي، يعني شنو سويت انا شنو ما سويت، يعني حركاتي شغلاتي. فالحين يقول لنا وين؟ يقول لي فين ذا كراج اللي هو المراب والكراج، بس هذا وين المراب والكراج؟ دقيقة عشان ما اخطأ مني، وين المراب؟ والله بعيد، يعني لازم اروح لمن وين؟ اول شي هذي القيها لي، اروح لمن هذا الصوب يمين يسار هنا. لا هذا مقفول يا سلام، شفت شلون؟ الحمد لله ما رحنا. شوف طايح في هذا مقفول، فلازم نروح من هنا. اوكي مو مشكلة مو مشكلة، يعني لازم نروح من هنا، يعني هذاك الطريق يا عيال لا حد يروح له مقفول، باين الشغلة واضحة وضح الشمس.
الحين كل ما علينا انه نتقدم الى الكراج او المراب. واول شيء دقيقة خلينا نشوف من وين يودينا الطريق. هذا الطريق انا اشوفه افضل من ذاك الطريق. ايه ما ادري مو افضل ما ادري بس انا احس انه افضل مع انه اليمين يا اخي افضل بس يلا يلا مو مشكلة احنا مشينا مشينا. اويلي الطريق هذا مو طعس طعس طريق. يقول مرت سنة عدت سنة والقلب ما ناسيكم ما ناسيكم اي ويل صرتوا بيا مكان وش سوى بيكم زمان اي ويل الله صدفة وين لاقيكم اي ويل الله صدفة وين لاقيكم. خلنا نشوف الخريطة. ايوه طريق نسيده. روح روح حبيبي روح. طبعا ما ادري انا ما راح اقطع في هذا الفيديو ان شاء الله. ابي اشوف التعليقات يعني اقطع ولا ما اقطع. اوه ماي جاد احس هنا الشغله فيها ضياع علينا فيها ضياع كبير علينا بس ما ادري ابي اجرب ابي ادخل ابي ادخل يعني مو قوي احس 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 مو قوي احس احس يا سلام شارع عام. اهم شيء اوه ماي جاد يا اخي تحس ال يوم تلف في السيارة ما تحس فيها قوة. طبعا حنا الان وصلنا الى المراب اعتقد. لا المراب بعد باقي باقي هذا هو. لا لا مو باقي باقي وصلنا للمراب. طال عمرك يا عزيزي المواطن الكريم. اوكي يقول انا وقف هنا ابشر طال عمرك. الشاحن اللي قدامنا ايش سوي. اوكي يقول لي اكبس اكبس اوكي اكبس اوكي. الحين يقول لي روح المراب ما ادري ايش معناها بس يلا. اعطاني والله اعطاني فليسات